طاقات بلا حدود مع أمين العبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مع أولى ساعة النهار دائما بنبحث عن الطاقات الإيجابية، وفقط هذه الطاقة الإيجابية بمشيئة الله تعالى رح تلقونها معايا أنا أمينة العبد الله من خلال برنامج طاقات بلا حدود اللي بيطل عليكم من يوم الأحد إلى يوم الخميس بهذه الحزة بهالتوقيت من الساعة 12 إلى الساعة 1 ظهرا. أكيد أيضا تحية خاصة من زميلتي رشا أندجاني من خلف الإخراج والهندسة الصوتية. وقبل ما نبدأ حلقتنا اليوم، حلقة جدا إن شاء الله رائعة، وكلنا راح نستمتع ونستفيد من حلقة اليوم، وبالتحديد خليني أقول حق المدراء، يمكن تكون أكثر، هي راح نقول الموظفين والمدراء. المدراء راح يكون جزء كبير من حلقة اليوم، علشان كذا أقول حق كل الشباب وحق كل الصبايا، إذا مديركم ما يسمع حلقة اليوم دايركت روح دشوا على مكتبه، يتبطلوله يعني يتفكوله اللابتوب وتحطوله شو اسمه، تحطوا له ألف ألف يسمعها، أو فكوا له جواله خلوا يسمع حلقة اليوم، وإن الثنتين عنده مو راضي يشغلها شغل جوالك وحطه إجباري حلقة اليوم، تخلوا المدراءكم صراحة يسمعونها. وقبل ما نبدأ حلقة اليوم، مهرجان سيرك جدة، لا تطوفونا، احضروا أقوى عروض فرق السيرك العالمي واللي بتحتضن جدة بأرض الفعاليات أبحر الجنوبية بشراكة إذاعية من ألف ألف أف أم، واللي بدأ من يوم 18 يوليو ورح يستمر إن شاء الله شهر كامل. وأيضا بمهرجان جدة غير 36 برعاية من ألف ألف أف أم رح يكون معنا الكثير والعديد من الجوائز، رح يكون في سيارة مشكنمة صغيرة حلوة تستهلونها، ورح يكون إن شاء الله في سحب أيضا على أجهزة جوائز ثانية، أجهزة كهربائية، أجهزة جوالات، أيبادات، كل هذا إن شاء الله رح يتم السحب عليها يوم 16 أغسطس بالريد سيمون. ومن مهرجان جدة غير بالمنطقة الغربية ننتقل للمنطقة الجنوبية بمهرجان أبها للتسوق 17، ورح تلاقونا إن شاء الله بمركز أبها الدولي للمعارض برعاية الشريك الرسمي شركة الاتصالات السعودية STC. مهرجان أبها للتسوق، مهرجان العائلة، صلاة، تسوق وطنية، مطاعم عالمية، مسرح للطفل والعائلة، كل شيء موجود، كل شيء عند أهل الجنوب واللي رايحين يصطفون هناك بعد. أيضا كل الأشخاص اللي بيحبون يسمعون ويستفيدون ويستمتعون مع قصص النجاح، إن شاء الله يوم الاثنين الجاي وبشكل استثنائي بأبها رح يكون لقاءكم لقاء الناجحين، وقصة نجاح جديدة رح تسمعونها مع نادي عسير الفوتوغرافي، وذلك بالساعة 8:30 مساء الخميس في جوري كافيه بحديقة أبو خيال، وذلك ضمن ملتقى السياحة المعرفية برعاية أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز آل سعود. وكالعادة مش فقط راح تسمعون وتستفيدون وتستمتعون، لا، في معاهم جوائز عديدة، يعني لا تطفون عليكم. ومن قصة نجاح مهرجان لقاء الخميس إلى قصة نجاحنا اليوم، والقصة اللي رح نستمتع ونستفيد منها، وشغلات كثيرة رح اليوم إن شاء الله رح نتطرق لها. اليوم معنا مستمعينا الكرام الأستاذ محمد النجار، مدير عام أول بشركة عبد اللطيف جميل. مساك الله بالخير أستاذ محمد، حياك الله معي بطاقات بلا حدود. مساء نور أخت أمينة، وأشكرك على الاستضافة هذه، وإن شاء الله يكون فيها فائدة كبيرة للمستمعين ويستمتعوا معنا إن شاء الله. طيب أستاذ محمد، أنا قبل ما نبدأ ونغوص ونتكلم عن شغلات كثيرة اتفقنا عليها تحت الهواء، وقبل ما تعرفنا عن نفسك ونتكلم عن تجربتك وإيش اللي قدمته للشركات، وكيف إنه يكون في عندنا يعني إيش اللي قدمته لشركة عبد اللطيف جميل، وإيش اللي إيش عشان تكون شركة نموذجية، شركة ناجحة، أكيد في لها أضلع، هي لها أضلع مفترض تكون، أنت واحد من النماذج الشبابية اللي إحنا في حقيقة بنفتخر فيها. لكن قبل، في لما قريت السي في حقك في شغلة شدتني، أول مرة أقرأها عند أي شخص حقيقي بيرسل لي السي في، مدرب التغيير المعتمد. وش مدرب التغيير المعتمد؟ مدرب التغيير المعتمد هذه دورة من الدورات أخذتها، اللي هي Certified International Change Management. اي تغيير في اي اورجانيزيشن حيكون في ريزيستنس، وحيكون في، او خلينا نقول
يعني في ما يقبلوا التغيير هذا، فكيف انت بتقلل تقبل التغيير وكيف بتوضع له خطه وانواع التغيير هذه بتصير؟ مثلا في تغيير احيانا يكون في الاتش ار، خلينا نقول موارد البشريه، في تغيير في التقنيه، في تغيير في العمليات، فهذه كلها امور، كل نوع من الانواع هذه يكون لها اسس توضع، وكيف انت كمدير تغيير تقدر تتعامل وتقلل الريزيستن هذا ويصير فيه قبول. لازم انت كمدير تغيير لازم يصير في تغيير تشوف استاذ محمد ولا حسب؟ طيب احنا كشركه عبد اللطيف جميل هي شركه يعني تؤمن بالكونتينوس امبروفمنت او الكايزن، لو سمعتي بحاجه اسمها كايزن. ان شاء الله ضيفنا الاسبوع القادم من الكايزن. ايوه المهندس صالح السلمي هو ضيفنا. ايوه رئيس زميلي صالح صحيح ضيفنا ان شاء الله الاسبوع القادم. انا وقتها بيعلن عنها الكايزن كونتينوس امبروفمنت. فدائما في تغيير، الحياه كلها فيها تغيير. اليوم الجوالات الان كيف كانت قبل كم سنه والان صحيح. السيارات كيف كانت قبل كم سنه وكيف كانت الان، حتى كل شيء في حواليك في تغيير، فانت يعني لازم مش بس الموظفين، حتى المدراء يحتاجون هالتغيير. كل اي شخص يحتاج تغيير في حياته، في بيئه عمله، في بيته، في الشارع، في كل مكان. الله عليك. كل الامور هذه لازم طيب. واحد نرجع سبق. حق محمد النجار كشاب سعودي يعني خطيت خطوات ما شاء الله يعني طويلة، حققت مدير عام أول بهذه الشركة، شركة عملاقة وكبيرة، تقلت هذا المنصب، كيف كانت أول خطوة لك كشاب سعودي تو تخرج خلينا نقول الجامعة مثلا؟ طيب أنا تخرج جامعة الملك عبد العزيز كلية علوم كلية العلوم قسم علوم الحاسبات، فأنا آي تي باكراوند خلينا نقول. دخلت الشركة في سنة 2004 قسم الآي تي كوظيفة محلل نظم، جلست في الوظيفة هذه سنتين. بعد كده انتقلت إلى وظيفة ثانية في قسم التكنيكال أو خلينا نقول اللي هي خدمات التقنية كمحلل أول، وهي قريبة جدا من البزنس أو خلينا نقول من عمليات الشركة اللي هي الأفتر سيلز والسيلز أو المبيعات يعني خدمات ما بعد البيع. حلو. جلست فيه سنة. بعد كده انتقلت إلى كمدير مركز في المنطقة الشمالية في مدينة سكاكالجو. يعني انتقلت من جدة لسكاكالجو فينا. بعد كم سنة من شغلك هنا في جدة؟ ثلاث سنوات في جدة، بعدين انتقلت ل سكاكالجو كمدير مركز. كنت أنا في ذلك التوقيت أصغر مدير مركز سنا. بس كيف المركز كان هو في البداية يعني؟ لا المركز يعني من سنة 93 كان موجود في مركز في مدينة الجوف، فكنت أنا أصغر مدير مركز سنا في ذلك التوقيت يعني. لكن إيمان الشركة بالطاقات الشابة حلو والقيادات الموجودة إنه الشاب السعودي ممكن يقدم حتى لو خارج المدن الرئيسية، وهذا كان تحدي كبير بالنسبة لي في ذيك الفترة. كان وافقت يعني إنك تنتقل على الجوف، ما كان يعني كان فيها ثمن غالي بس لكن تجربة كانت لازم أخذها، هذه التضحية الكبيرة اللي أنا نقدر نعرف الثمن. ثمن أسرتي أنا كانت عندي كانت عندي بنت صغيرة توها والدة ما لها شهرين، وكانت والدة خديجة فكانت جالسة في الاي سي يو لمده تقريبا شهرين. كنت انا اروح وسافر اسبوعيا لمده سنتين كامله لمدينه جده عشان اتقدم اسرتي. اكبر ضغط ممكن اي موظف يعني يتحمله. صحيح. يعني اتوقع يعني يمكن شباب اتمنى انكم تسمعون، لان كثير من الشباب ما يحبون ان يتنقلون يروحون لمناطق ثانيه. طب كم سنه تمت في؟ انا تميت في سكاكالجوف سنتين. هذه اوكي. طبعا انا اقول لك لو هذا من اكبر قرارات اتخذتها في حياتي وتعتبر قرار رئيسي كبير، ولو محمد النجار الان هو ما هو الان عليه فهو بسبب القرار هذا، التحدي هذا، قبول التحدي هذا. بعد كده انتقلت لمنطقه تفوق، وانا اصلا من نفس المنطقه بمدينه اسمها أملج، هذه ديرتي يعني. فكنت حاسس ان انا قريب جدا من يعني في ابناء عمومه لي هناك كده. جلست في منطقه تبوك ودرت مركزين لمده سنه كامله. بعدين جاتني فرصة ثانية. أنا قاعد أسجل لك عدد السنوات أستاذ محمد، أحسبك تطلع في أثناء المحصلة. طيب بعد كده تم ترشيحي لوظيفة أعلى كمدير عام لمركز الهفوف في الشرقية. الشرقية رحت الشرقية. نعم في الهفوف. وصراحة جلست فيها سنتين ونص من أجمل سنوات عملي هناك. أكيد ما في زيهم أهل الحزن. ما في شيء ما حققته هناك، كل الأرقام القياسية والأمور كلها الحمد لله.
الشيء اللي افتخر فيه انه الشباب لما يجوا في المنطقه الشرقيه وبيجوا على جده دائما بيجيبوا لي معاهم تمر من الاحساء بتصلوا علي وبنتقابل معهم. فهذا هذا يعني هذا المفروض اختبرك ترى الحين. المفروض اختبرك استاذ محمد وش المشموم؟ لا ما اعرف ترى. سنتين ونص هذا المشموم الريحان يا استاذ محمد. لا والله ما اعرفها لكن دائما يجيبوا لي تمر الشباب. تحيه كبيره للشباب في المنطقه الشرقيه في الهفوف تحديدا. اكيد نوجه لهم كلهم تحيه. في خلال الفتره هذيك تم ترشيحي من قبل الإخوان في الموارد البشرية وقيادة الشركة أني أمسك مشروع اسمه مشروع تمكين. معروف. أي مشروع تمكين داخل الشركة. المشروع كان أوبجكتيف حقه وأهدافه أنه ندرس بيئة العمل بمنظور الموارد البشرية. وعندنا كان وقتها تو برنامج نطاقات اللي في العمل ونعمل الدراسات الاستراتيجية والتحليلات وقدمها لإدارة البورد أو خلينا نقول لرئيس المجلس حق الشركة. حلو. كنت بتوجيه مباشر من نائب الرئيس الأستاذ فيصل عبد الله والزميل فيصل عبد الله. نعم. جلست فيه سنة. سنة. في خلال السنة هذه كنت أروح يعني داوم في جدة وأرجع الهفوف. أوه. يومين وأرجع. فكان عملي مقيم من خلال فترة المشروع. كنت ماسك الإدارة هذه وماسك المشروع. فالحمد لله قدرنا نحقق الأهداف اللي في المنطقة الشرقية وفي نفس الوقت قدرت أنا أقدم شيء كويس. لاقى استحسان الشركة وبعد كذا تم ترشيح لوظيفة ثانية أعلى. أعلى رجعت فيها جدا الوظيفة. رجعت نعم. يعني كم تقريبا أنت الحين الدوران هذا كم أخذت؟ طيب أنا 2-1 عندنا هنا 4 سنين 6 سنين تقريبا ونص. تقريبا أنا خارج جدة 5 سنين ونص. 5 سنين ونص. وثلاث سنوات في جدة بعدين رجعت جدة ثاني مرة. الإجمالي عملي في شركة عبد اللطيف جميل 11 سنة. 11 سنة. 11 سنة يعني almost خلينا نقول نصها كانت برا جدة. برا جدة. أسألك سؤال صريح أستاذ محمد. طبعاً. كشاب سعودي في البداية وقاعد الشركة تنقل فيه من سكاكا للجوف لتبوك للحسا، ما حسيت بلحظة من اللحظات أن هذا عقاب أو نظام تطفيش؟ لا بالعكس، هذه فرصة للتطوير الذاتي اللي انت ممكن تتعلمه. انت تطويرك الشخصي. انا اقول لك سلوكياتي مع في البيت مع اهلي ومع امي مثلا لما كنت انا اقول لها الاكل مو طعم اصرت اكل اي حاجه لان انا شفت اللي هنا امور كثيره يعني. الشيء الثاني بيعلمك كيف ان تكون انت يعني كشخص لحالك. انت انا كنت لحالي كأسرتي الاكل الغسيل كل الامور دي انت تكون اندفيدجوالي لحالك يعني ما في حد يختار. بالضبط. انا وجهت لك السؤال هذا النقطه انه عشان الشباب لما يقعدون الشركات مثلا توديهم الاماكن برا المنطقه اللي هم منها هذا مش اسلوب تطفيش، لا انت كده بتاخذ اكسبيرينس. نعم. اكسبيرينس. نعم. في اماكن ثانيه. نعم. المدير حقك طالما حط فيك الثقه هذه وحطاك بيوديك مثل ما صار مع الاستاذ محمد معناته يبيك تاخذ اكسبيرينس في الفروع كلها بحيث ان لما بكره انت تترقى انت هذا حط انسان حط ثقته فيك تماما عارف انك بكره راح تكون اهل انك صحيح. تعرف في كل مكان في كل فرع من الافضل فيه او كيف ممكن انك تديره مستقبلا. راح نطلع فاصل سريع احنا لسه ببدايتها معك استاذ محمد. راح نطلع فاصل سريع مستمعينا الكرام راح نرجع مع الاستاذ محمد النجار مدير عام باول بشركه عبد اللطيف الجميل ولنا عوده اخرى. طاقات بلا حدود مع أمين العبد الله. وعودة من جديد مع الأستاذ محمد النجار مدير عام أول بشركة عبد اللطيف جميل. ونبي نعرف من الأستاذ محمد السر اللي خلاك يعني تقبل هذه التنقلات كلها. أستاذ محمد وين السر؟ السر هو يعني لين أقول لك انت لما يتحول العمل الى متعه شغف ما يصير عمل. بالنسبه انت كانت نعم. تستشعر نعم. متعه مع التنقلات. نعم. هذه اللي قاعده. نعم. تصير بالعكس هذا كل التنقلات هذه توفيق من الله سبحانه وتعالى وقاده الشركه هذه ثقه لما ياخذوك من مكان صغير ويكبروك من هالمنظور. نعم. ويعطوك مكان اكبر كل ما انك تاخذ مكان اكبر فهم في ثقه في قدراتك. أه. وفي ثقه في انجازاتك اللي انت عملتها عشان كده بتاخذ مكان اكبر فكل تنقل ليا كان فيها ترقية أو إنه البزنس بيكون أكبر أو خلينا نقول العمليات أعلى. نعم. يعني أنا كنت في الجوف ماسك مركز رحت تبوك مسكت مركزين رحت الهفوف مسكت 3 مراكز. عدد الموظفين أكبر البزنس أكبر. صحيح. وا 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 لما أنا انتقلت من الهفوف إلى الإدارة العامة في جدة مسكت إدارة التوظيف الموارد البشرية كنت مسؤول عن التوظيف على عبد اللطيف جميل كاملة. حلو. وأنا ليس لدي خبرة كبيرة في الـ HR لكن في ثقة القيادة
في والانفستمنت اللي صار فينا او التطوير اللي صار لنا في الفتره هذه كلها شجعت القياده الشركه انها تعطيني الفرصه هذه اني امسك اداره التوظيف في شركه عبد اللطيف جميل. حلو حلو. يعني هذا القرار قرار اللي وموافقتك للشركه انك تتنقل هذا كانت مصلحتك انت نظرت له لانك نظرت له بصوره ايجابيه من منظور ايجابي. نعم نعم. يمكن لو نظرت له من منظور سلبي ان عقاب او ان تطفيش مهني مثل ما بيشوفون كثير من الشباب يمكن ما غير هالتغيير كبير صحيح. في حياتك ما كان عشان تستحق لقب صراحه مدير تغيير والله العظيم استاذ محمد. طيب انت قلت انا قدرت استمتع في مجال العمل. احنا مشكلتنا كشباب وكبنات سعوديين عندنا في صعوبه في حكايه الاستمتاع. في كثير من الشباب الحين يمكن اللي بيسمعون بيروحون الوظائف واحنا مثقولين عشان نداوم ما في حكايه الاستمتاع. شلون قدرت تحقق الاستمتاع هذا؟ شلون قدرت تحقق هالمعادله يمكن اللي صعبه عند الكثير؟ الشخص لازم يعني يبحث في ذاته قبل كل حاجه. يبحث في ذاته ايش الميول والمكان اللي انت ممكن تستمتع فيه في عملك. فانا وجدت صراحه ان في اداره الاعمال او خلينا نقول في اداره فرق العمل والعمليات متعه اكبر من التحليلات والاي تي. وهذا يحتاج جهد يعني اكتشف نفسك اكثر. يس هذا واحد لازم يكتشف نفسه. ما حد حيقول لك انت لازم تقول. وبعد كده في احيانا بيجيك يعني تريجر مومنت او خلينا نقول بعض البومضات اللي انت ممكن تشوفها وتقدر بعد كده تحدد ميولك. انت لو انت استمتعت نصيحه لاي مدير او اي شاب انت لو استمتعت في عملك هتقدر تبدع. اذا صح. قدرت تبدع وتبتكر تقدر تنتج بمراحل أعلى. صحيح. والشيء الثاني تبعد عن الروتين الممل. حلو. هذا اللي يقتلنا. نعم. الروتين الممل عند الموظف. الروتين. خلاص يصير الشخص ما بيسوي كل شيء روتين ما بيفكر. وبعد لما تكون مبدع ومبتكر أي تحدي لك هتكون فرصة لإثبات الذات وإثبات القدرات. ولما يعني لما تنجز التحدي او تفوز بالتحدي هذا بتحس بقدراتك وتحس انك انت يعني نجحت. عارفه لما تدرس في الثانويه وتجتهد وبعدين تطلع نتيجه ممتاز ولا اكسلنت فانت بتنبسطي. فهذا هو في العمل انك انت لما تكون عندك تحدي وتنجزه فانك بتحس بالنتيجه النهائيه المرضيه لك ولذاتك. ونفس الشيء البورتفوليو خلينا نقول او الخاص فيك في العمل هذا كله اكسبيرينس. فانت لما تروح الجوف كانت التحديات في الجوف غير تبوك. التحديات في تبوك غير الهفوف. حياتي في الهفوف غير الاتش ار. انا حاليا في لكزس فتحدياتي في لكزس غير اللي في الاماكن دي كلها. وكلها دي يعني بتصب في مكان واحد اللي هي خبراتك يعني قدراتك الشخصيه. نعم. التنقلات هذه اللي انت رحت لها يعني حققت ليش انا يعني شوي بركز عليها يعني هل حسستك ان خل او نمت عندك زرعت عندك حس الولاء الوظيفي؟ خاصه احنا الولاء الوظيفي هذا مستحيل ما يجي للموظف والموظف في القطاع الخاص الا اذا حس بالامان الوظيفي. صحيح. الولاء بينتج صحيح. ما بينتج الا من الامان الوظيفي. صحيح. كيف انت قدرت ان فعلا انا اقنع نفسي انا كمحمد النجار اقنع نفسي ان الشركه قاعده تنقلني بس في امان وظيفي؟ صحيح. وهذا اللي خلي يصير عندي ولاء للشركه. 11 سنه يعني في قطاع خاص الشباب ما يحبون عمري. اي يعني الشباب ما يحبون القطاع الخاص اغلبهم يعني. صحيح. طبعا في امور كثيره بتقوم بها الشركه يعني زياده الولاء الوظيفي والامان الوظيفي للموظفين. بخلاف المميزات يعني العامة المعروفة في مميزات ثانية من قروض سكنية من قروض سيارات. يعني هذا يعني جزء الشركة يعني جزء منه في تطوير وظيفي كامل. طيب التطوير ممتاز. الوظيفي التطوير الوظيفي هذه خلال الفترة اللي أنا فيها أنا حصلت على درجة الماجستير في إدارة الأعمال تخصص قيادة تنفيذية. كان سبونسرنج او كان الشركه هي اللي رشحتني للماجستير هذا. طب ممتاز. على نفسك. عشان كذا انا بقول لهم خلوا مدراءكم يسمعون يا شباب يا بنات. فلما يكون في شركه بتعمل استثمار في كفاءه سعوديه ممتاز غير الاستثمار هذا بتعطيك الكارير واضح بتعطيك فرصه. انا الجوف هذه كانت فرصه يعني انا اعرف انه في اثنين قبلي عرضت عليهم ورفضوها. يعني عرض نفسه واعرف الزملاء الاثنين هذول موجودين معاك استاذ محمد؟ موجودين ما زالوا بالشركه الزملاء. وين البوزيشن حقهم فوق؟ كلهم معاي في نفس الليفل. فهم رفضوها لسبب بعضهم في امور عائليه صحيح. فقبلت انا التحدي ورحت. هذه فرصه. الاتش ار كانت فرصه. ليكزس برضو فرصه. كل هذه كلها فرص. انظري لها هنا فرص. خلينا ننظر ايجابيا ان هي فرصه انك انت ممكن تقدم وفي ثقه في الشركه. فهذا يعني ابرز ما خلاني في الشركه انه المتعه في العمل في تطوير
حلو. التطوير وظيفي تطوير في نادر ما في نولي. شركات عندنا بتطور تستثمر مثل ما قلت حضرتك لازم الشركة تستثمر في موظفينها. أنا أعطيك سر أو خلينا أقول لك حاجة. مديري المباشر الأستاذ عدنان القحطاني مدير عام التنفيذي لكزس السعودية دخل برنامج تدريب الإداري قبل 15 سنة. أوه. فالكلام ده ما بتكلموا من اليوم وكذا، هذا الكلام ده موجود في الشركة من فترة طويلة. الآن أغلبية القيادات اللي موجودة في شركة عبد اللطيف جميل، أستاذ طه الغامدي، أستاذ عثمان عرابي، أستاذ هشام الحصين، عدنان قحطاني، غالب يماني، وجههم تحية كلهم، الأخ رعد السعدي، كلهم هذول الآن قيادات تنفيذية في الشركة من برامج سابقة. هذا اللي عشان كذا بحرجع أقول خلوا مدراءكم يسمعوا، لأن كل شبابنا وكل بناتنا لازم يكون في عندكم نفس السيستم في تطوير الموظفين. رح نطلع فاصل لصلاة الظهر ولنعود مرة أخرى مع الأستاذ محمد النجار مدير عام أول بشركة عبد اللطيف جميل. ترى في لسه في كلام كثير وحكي كثير إن شاء الله رح تستمعون تستمتعون فيه وتستفيدون إن شاء الله. فأبقوا مع طاقات بلا حدود. طاقات بلا حدود مع أمين العبد الله. مساكم الله بكل الخير وعساكم على القوة. رحب بكل مستمعينا من جديد، رحب بكل اللي انضمونا أيضا بهذه اللحظات واللي معانا من بداية حلقتنا اليوم اللي قاعدين نستمتع فيها بالحديث مع ضيفنا اللي اليوم الأستاذ محمد النجار المدير عام أول بشركة عبد اللطيف جميل. إذن أكيد ترحيب خاص لكل أصدقائنا على تويتر، أسماء وصالح بدويس، بدر البدور، الجنوبي المصعبي، طارق الشيخ، فيصل وعبد الرحيم، أورينتال دريمز. أورينتال اسمك عجيب صراحة واسمك عجيب. ومين معانا؟ أمون الصقري، سعدية ندير، ريان الزين، ويحيى مبارك، محمد المعارفي، عبد الله الصيعري، محمد الزامل. وأول شخص أعتقد رتبت معانا اليوم محمد الزامل هو أمون الصقري، أو اللي كانت مرتبته معانا. أنا رجعت عدت التغريدة بصراحة، أتوقع أنها زعلت حقه. والزين قلنا كل الأسماء، هو أول شخص رتبت معانا لليوم. اليوم معانا زي ما قلت لكم رح نتكلم، يمكن بديناها بقصة نجاح وقصة كفاح الأستاذ محمد، ولكن رح نخوض في شغلات أخرى بالجزء أو البارت الثاني من حوارنا اليوم. أستاذ محمد، سعد مساك من جديد. الله يسعد مساك يا أمينة. أنا قلت لك التنقلات وده أكيد يعني ما شاء الله 11 سنة في قطاع خاص في نفس الشركة، ما في تنقلات، ما في تسريب وظيفي صار حدث معاك. هذا كله ما بيصير إلا من ولاء وظيفي، والولاء الوظيفي هذا ما بينتج إلا من الأمان الوظيفي. الأمان الوظيفي معناته أنت طالما أنك قدرت تحصل عليه بعد 11 سنة بهذه الشركة، معناته صار في عندك ارتباط معها، جزء منك صارت. طيب كيف أي شركة ناجحة تقدر تحقق هذا الارتباط، خاصة في القطاع الخاص؟ كيف تقدر تحقق الارتباط، ارتباط الموظف مع الشركة، تصير جزء منه بكيانه، خاصة احنا بنتكلم عن قطاع خاص. اوكي طيب ايش هو الارتباط؟ خلينا نقول ايش الارتباط. الارتباط هو انه كيف الشركة تقدر يعني خلينا نقول تمتلك عقول وقلوب موظفينها. الله حلو، هذا هو الارتباط. تعبير حلو. كيف تقدر الشركة يعني تمتلك عقول وقلوب الموظفين؟ في مقولة معروفة من جالوب، قالوا هي منظمة تطويرية في أمريكا، بتقول إنه الشخص ما يسيب الشركة، يسيب المدير، يترك المدير، ما يترك الشركة، ما يترك المدير، يترك الصميم، يترك الشركة، ما يترك يترك الشركة عشان المدير، يترك الشركة عشان المدير. هذا نصب بالعشرة صراحة. طيب أنت هنا 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 المحور الموضوع. فكيف يكون عندك مدير يقدر يخلي الموظفين مرتبطين؟ هذا يعني المعادلة صعبة أستاذ محمد. طيب المعادلة ما هي صعبة، بس احنا كعبد اللطيف جميل لما استقطبت الشركة جالوب لتطوير بيئة العمل، يكون العمل لائق ويكون في موظفين مرتبطين، الكلام ده قبل تقريبا في 2005، يعني تكلمي قبل 10 سنوات، والآن في شركة جديدة بتكمل على الشركة السابقة. جابوا معاهم فريمورك، خلينا نقول موديل أو هيكلة بيئة عمل، إنه لازم يكون عندي مدير great manager، خلينا مدير عظيم خلينا نقول بالعربي، ويكون عندك مدير أو موظفين مرتبطين. كيف يصير الارتباط ما بين المدير والموظفين؟ الارتباط يجي بالحوار.
بالحوار. يس. هذا عشان كذا لما يعني كل مرة أنا بتكلم بقولهم لازم المدراء يكون عندهم سياسة. نعم. الباب المفتوح. الحوار. الحوار كيف يتم؟ لازم برضو أنا من يعني من أسرار النجاح، خلينا نقول إذا أنا كنت إنسان ناجح في نظر الناس، إنه أنا قدرت أني أدير فرق العمل بالحوار، وأخلي فرق العمل تكون مرتبطة بالشركة. لما تكون مرتبطة بالشركة بتأدي أداء ممتاز. ممتاز. فبعد كده أنا أقدر أطلع. طيب. أو أنا أقدر الحوار أتدخل. يكون مباشر مع المدير، يعني مثلا ما في يكون حوار. طيب. بأجي أنا مثلا لرئيس القسم وهو ينقل كلامي للمدير، أو أنه مثلا للسكرتير وهو ينقل. أنت تقصد سياسة الباب المفتوح أني أدخل دايركت المدير يكون معها حوار؟ هذا جزء يومي تسويه، لكن انت مسوي خطه عمل كامله. جزء يومي إيه؟ اني ادخل اتكلم مع مديري. نعم. شكرا. هي جزء يومي من عملياتك انك تدخلي يعني تتكلم مع مديرك، لكن خلينا نقول على خطه عمل متكامله في سيرفي بنسويه في الشركه او استبيان اسمه Q12 تقريبا 10 سنوات، والان عندنا واحد جديد شغالين عليه السنه الماضيه. في 12 سؤال، ال 12 سؤال هذه بتقيس الانفايرمنت حقت او بيئه العمل حقت المدير نفسه الشخص، يعني بيئه عمل حلو. محمد النجار ومديره، يعني بيئه العمل. حلو. فبيتعبى الاستبيان هذا وتطلع نتائج. في النتائج هذه في ورشه العمل ايش نسوي؟ نختار سؤال نقول انه هذا بيميز بيئه عمل محمد النجار والتيم اللي معاه، وسؤالين نقول انه السؤالين هذه فيها فرصه للتطوير، مو ضعف. في فرق ما بين ضعف وفرصه للتطوير. فنقول هذه فيها فرصه للتطوير. حلو. نبدا جميل. نحط اكشن بلان. انا اقول الاكشن بلان، تعالوا يا شباب هذه بيئه عمل، ايش ممكن محمد النجار كمدير لفريق العمل هذا يقدم لكم عشان في السيرفي المره الجايه تحطوا 5، انتوا تحطوا الاكشن بلان، فيبدا الحوار. ممتاز. فيبدا الحوار مع بعض، ونقدر نحط اكشن بلان اجريد، ونحط فيها تايم لاين، نحط فيها يعني فتره زمنيه وتتحقق. ممتاز. طيب بس هذا يعني غالبا انا احس النظام اللي انت بتقوله يمكن في شركات معينه، شركات الكبيره، ولا المفترض هذا يطبق في كل الشركات؟ يعني هذا الموديل موجود في جالوب، والجالوب هذه عندها كتب، والكتب دي موجود في كتاب، يعني ممكن ترجعوا لها. يعني ممكن اي واحد يسويها، ما يحتاج انه يسوي السيرفي. يعني ممكن يعني واحد حتى الموظف ياخذ هديه مثلا لمدير الكتاب هذا استاذ محمد. ممكن، ليش لا؟ ممكن اذا هي يخدم في النهايه بيئه العمل. صحيح. وبيئه العمل اذا كانت، اذا الموظف مرتاح وبيئه عمل منتجه، معناتها البنفت في النهايه ترجع للشركه. صحيح. الارباح بتعلى. صحيح. بيصير الجالوب باث، معلش هو انا بقوله بالانجليزي عشان الناس لو تبحث عنه في جوجل شيء يعني يوصلوا له. الجالوب باث ايش بيقول لك؟ بيقول لك انك انت بتعملي بتحصلي نقاط القوه للشخص وتحطيه في المكان الصحيح، حيكون هو جريت مانجر وخليكم مدير كويس. بعد كده بيصير عن طريق الاستبيان الارتباط خلي موظفين مرتبطين. الموظفين لما يكون مرتبط بالشركه يقدر يتعامل مع العملاء. ترى احنا شركه مقدم خدمات بيعيه وخدمات ما بعد البيع. اذا حبيت العمل حرتبط اكيد انه فيه. أكيد. الوقت مره حلو بدا يدهمنا حقيقي يعني. بس انت قلت في قلت جزئيه عن تكلمت عن حكايه تقييم او اداء، يمكن هذا من النقاط اللي بتستفز الشباب السعوديين والبنات، ان ما بيتم التقييم بشكل منصف للموظف من مديره في العمل. كيف انا اقدر احقق هذه المعادله الصعبه اني انا بتقيم بطريقه منصفه وما احس فيه ظلم؟ في الشركة الأداء أو تقييم أداء العمل يكون بوضع يعني أهداف مشتركة موجودة مسبقا، يعني أنا أحط لك هدف قبل ما تبدأ، مو بعد ما تبدأ أو في نص ما تبدأ. أحط لك الأهداف تكون واضحة، تكون متفق عليها وفي فترة زمنية معينة وموقعة. وانت في وقتها انت بدك ترفض او توافق انا ما اقدر، انا ما عندي النتائج هذه. هذا تحدي كبير للمدير. اي هذا التحدي كبير للمدير. للمدير والستاف حتى. وللستاف، نعم، انه يوصلوا لاهداف مشتركه. فالنتائج مره رهيبه الفكره، كثير عجبتني. بعد كده يصير ريفيو للنتائج هذه، يعني خلينا نقول يا شهريه او خلينا كل 3 شهور او كل 6 شهور. وانت تقرر بنفسك انه النتائج هذه بناء على الايفيدنس او بناء على الاشياء اللي انت عملتها والدوكيمنت. تقدر تقول انه والله انا حددتها او انا عملت لها تشيف. طبعا اذا كان في خلافات
في جهة أعلى، يعني في مدير أعلى منك في إدارة الموارد البشرية. بس هذا عارف اللي قلته أنت، المدير والستاف حق أنهم كلهم يتقيمون مع بعض. أستاذ محمد، هذا معناته أنا إذا كنت أنا مديرة وتحتي مثلا ثلاث بنات أو ثلاث مثلا شباب، أنا راح أحرص أن تقييمي أنا مع ستاف يكون جدا عالي. معناته أنا ححرص على الستاف اللي تحتي يكون متطورة، أدخل دورات. نعم. إن إنتاجيتي، لأن في النهاية زي ما نقول بالعامية هذا بوجهي، يعني بيكون هذا شغلة يعني بترجع نتائجها عليه. طيب خلينا تحديات، أنت من وجهة نظرك أستاذ محمد، إيش أكبر التحديات اللي بتشوفها بتواجه شركات القطاع الخاص؟ وجهة نظري الشخصية في الشباب، شبابنا يعتبرون من معوقات كثير، بيقولون أنتم الشباب ما بتشتغلون السعودية. لا، ما هذه جزء من، يعني ما هي حقيقة كاملة. لو الشاب السعودي زي الوجد بيئة عمل مميزة، وجد تطوير وظيفي، وجد هذا كله، أغلب شركات القيادية في المملكة بيدروها قياديين، طب والبنوك الكبيرة بيدروها كلهم سعوديين، فليش هدول أنتجوا هنا وما أنتجوا هنا؟ ليش بينتج مثلا في عبد اللطيف جميل ما بينتجوا في الشركات الثانية؟ فالشاب السعودي لازم هو نفسه شخصيا عليه دور، والقطاع الخاص عليه دور ثاني، عرفت كيف؟ الشاب السعودي لازم يجتهد، يشوف الميول الشخصية، يبدأ يطور نفسه، ما ينتظر أحد يطوره. ممكن تشتري كتاب تأخذ منه معلومة، ممكن تأخذ دورة مجانية، ممكن تطلع على الإنترنت. أنا في الفترات السابقة ما أحد يقدر زي الآن بيحصل الأمور هذه. في شيء جدا مهم، حرصت لين الحين تقرأ تطلع وأنت ماسك هذا المنصب مدير عام أول؟ أكيد سمحتوا يا شباب. أكيد. أنا بيهم يقرون يطورون من أنفسهم. أكيد في لازم تقرأ، ولازم تقرأ مقالات، ونشوف الإنترنت. ممتاز. الأمور هذه كلها كانت ما هي بالسهولة الآن وبالكم الكبير. اليوتيوب في دورات كثير ممكن تشوفها وتطور نفسك فيها. لكن غير جزء الشاب، أنا في وجهة نظر عشان يكون واحد موظف في قطاع خاص مميز لازم يبدأ من الثانوي، وترى مو من الجامعة لو بعد الجامعة. يبدأ من الثانوي. نعم، يبدأ من الثانوي. كيف يبدأ من الثانوي؟ إنه في الفترة الصيفية ممكن يأخذ له دورة، ممكن في اللغة الإنجليزية، في الحاسب الآلي، ممكن يعمل عمل صيفي. أنا أفتكر يعني قبل أيام الثانوي اللي كنت أنا أروح عشان أخذ تدريب صيفي، كنت تروح مكتب العمل ويدك ورقة ويعني أوراق وكذا، وكان في حرص من العائلة. أنا أذكر عمي عبد الرحيم الله يطول في عمره اتصل عليه مرة، يا ولد أنت ما رحت ما رحت، لو تحتاج أكلم لك أحد، فأقول له لا أنا رحت. ففي حرص إنه كان في الصيفية الواحد يتعلم. طبعا الله عليك، هذا في الثانوي، انك انت تشوف يعني يشوف يتوسع مداركك وتشوف الامور هذه كلها. بعد كده في الجامعه ضروري جدا الشخص يعني في الفترات الاولى يشوف ايش اللي ميوله، هل ميوله هندسه كيميائيه، هل ميوله هندسه صناعيه، هل ميوله اتش ار، هل ميوله حاسب الي، هل ميوله تسويق، ويخش في ميوله. ليه؟ لانه لما يخش في ميوله حيبدا يبدع ويكمل و و و و حلو. وبعد كده عجبتني انا حكايه الثانوي. ليش استاذ محمد؟ لان كثير من شبابنا للاسف الإجازة الصيفية بتروح وهم نايمين، يعني ما في استثمار. أنت قلت نعم نعم نعم. الشاب المفروض حتى هو يبدأ يستثمر في نفسه، يطور من نفسه، لا ينتظر. صحيح. والآن الفرصة كمان أكبر. أنا في خلال فترة الجامعة كاملة خلال 4 سنوات كنت بداوم دوام جزئي. كنت بداوم في فندق، وكنت بداوم شركة تأجير السيارات، بل إنه في شركة تأجير السيارات كنت بداوم 8 ساعات يوميا كموظف عادي كامل، بس كان فترة مسائية. كانت هذه أثرت كبير في مخزون الخبرات. وانت تدرس في الجامعه؟ وانا ادرس في الجامعه. يعني كنت تطبق وتدرس؟ نعم. بنفس نعم. فلما انا تخرجت من الجامعه وجدوا الشركه، لما قدمت شركه عبد اللطيف جميل وجدوا انه انا كنت فتره طويله شغال وعندي خبره، ساعدتني في قبولي في الوظيفه. وخبراتي في الوظيفه هذه كلها في خلال فتره، انا شايف انه اليومين هذه انه الفرص اكبر. الحين فرص أكبر أمام الشباب. نعم. رح نطلع فاصل أخير، وأكيد رح نرجع معاكم ونستكمل، ورح نبدأ نفتح الاتصالات على 012-61-61-100. رح نبدأ نفتح الاتصالات مع الأستاذ محمد النجار مدير عام أول بشركة عبد اللطيف جميل على 012-61-61-100. فأبقوا مع طاقات بلا حدود على أثير موجتنا السعودية ألف ألف أفا. فاصل ونواصل. طاقات بلا حدود مع أمين العبد الله. وقبل ما نبدأ نستقبل اتصالاتكم على 012-61-61-100، قبل ما نبدأ نستقبلها على هذا الرقم، ما شاء الله الاتصالات بدأت يا أستاذ محمد، على 012-61-61-100. القيادة، طالما حضرتك ما شاء الله وصلت لهذا المنصب مدير عام أول
بشركة عبد اللطيف الجميل. القيادة من وجهة نظرك شنو القيادة بتشوفها بالوقت الراهن وهل يختلفت مفهوم القيادة عما كان في السابق وكيف كانت تطبق فن القيادة؟ يعني هذا المقصود فيه التحدي في القيادة، هل كل شخص ممكن يكون قائد؟ طيب القيادة من وجهة نظري أنا إنه القدرة على التأثير على الآخرين. أنت ما تكون قائد لما قدرت تأثر على الآخرين وتأثرهم إن هم يعطوا أعلى ما عندهم، صح. وفي نفس الوقت إنك أنت كقائد ناجح إنك تطلع قياديين معك، يعني إنك تنشئ قياديين معك. هذه هنا يمكن هذه معت أحسها شوي صعبة، يمكن كثير ما يحبوا إنهم يعني ما يحبون ينتجون، خوف على الكرسي. نعم، أول قرار إنك أنت تعمله في منصب قيادي إنك تجهز الشخص البديل عنه. أول قرار لازم تتخذ. ليش أجهز الشخص البديل؟ عشان أنا أطلع المكان اللي بعده. أوه حلو، برافو. هذه لازم أصبح عشان أطلع المنصب نعم. الأعلى. نعم، تنصب المنصب الأعلى. صح. فلو أنا جاني المنصب الأعلى، طب مين مدالك؟ ما في، طب خليك مكانك. هذا أول قرار لازم تأخذه. هذه مقولة الأستاذ فيصل عبد الله نائب رئيس الشركة، هذه واحدة من المحاضرات قال لنا الكلام صحيح. وأنا واحد يشتغل على الموضوع هذا. فن القيادة هو القدرة على القول لا وليس قول نعم. هذا كلام توني بلير، أنا I believe in that. أنا أؤمن به. القدرة على قول لا. إني ما أقول لا بس لا. في مكانها. القدرة على قول لا. طب أنت أول. أقول لا حق مين مثلا اللي أعلى مني منصب إذا أي منصب إذا كان مثلا بشوف. أنت لو طفل صغير قلت له تشرب هذا يقول لك تقولي له لا، يقول لك ليش؟ على طول ليش؟ أيه؟ صح؟ أنت من يوم ما تقول لا هيبدأ استفسارات. فكيف قدرتك على إقناع الآخرين أو إقناع الإدارة أو إقناع زملائك أو إقناع التيم إنه لا ليش؟ لا وبس، لا من غير منطق، لا من غير evidence أو من غير براهين. في موظفين يقول لك لا أنا ما راح أقول لا حق رئيسي علشان والله لا إنه مثلا يشوفني ضده أو بالعكس. المدير الناجح أو القائد الناجح لما يكون عنده خطة وواحد يقول له لا ويكون عنده منطق قوي لازم ياخذ بالرأي هذا ولا ما هيكون قائد ناجح. نعم. آخر شيء في القيادة هو صراحة يعني أنا قرأته قريبا، إيش التحدي في القيادة؟ التحدي في القيادة وأنا أتمنى يعني من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أنه نوصل للموديل هذا والموديل للقيادة، كيف تكون قوي وليس وقحا، ممتاز، وأن تكون طيب وليس ضعيفا، صحيح، أن تكون جريء وليس متهورا، أن تكون متواضع وليس خجولا، وأن تكون فخور وليس متعجرفا، وأن تكون خفيف الظل وليس أحمقا. هذه مقولة لجيم رون. أنا صراحة بحاول شخصين أني أنا أكون بالصفات القيادية هذه لأنه هذا موديل وخلينا نقول مثال واحد يمشي عليه. نعم، نقدر نحققها الموديل هذا، نقدر نحققها أكيد. أي شخص ممكن يحققها؟ أي شخص ممكن يحدد. كلنا الطاقات كاملة لازم تكتشف، والطاقات تكتشف من نفسك. لازم تعرف نفسك وتعرف إيش تحبها وتطور نفسك وتقرأ كثير وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى لا يضيع أجرا من أحسن عمله. بصراحة أنا أول مرة بقدم هالبرنامج بوصل لهالوقت ما بفتح فيه الاتصالات لأستاذ محمد. أنا حضطر أني أفتح صراحة، خلي العالم تسأل تستفيد، إحنا لازم الشباب يستفيدون من خبرتك. لكن راح أختم معك أستاذ محمد النجار، وصل يعني هل مدير عام أول هو أكبر إنجازاتك أو أنك في إنجاز أكبر تحس أنك لسه تبغى تسعى أو أنك تحققه؟ أنا ما أقيس إنجازاتي بالمناصب الوظيفية، ما هذا لا ما تقاس. لكن أنا من وجهة نظري خلال سنة 11 سنة الماضية وخلال الفترة اللي أنا كنت فيها كلها، أكبر إنجازاتي مساهمتي أنا وفريق العمل، الله، الأخ عبد العزيز بركاتي وعلي تميسان وهشام زاهر. شكرا أنك قلت فريق العمل. فريق العمل أنه في 2013 لما كان في قيادة إدارة التوظيف والموارد البشرية قدرنا أن نستقطب أكثر من 800 سعودي في شركة عبد اللطيف جميل، وهو رقم يعتبر كبير من ضمن في البرامج لشركة عبد اللطيف. هذا أكبر إنجاز لي أنا أشوف خلال أحداث السنة الماضية وحاجة أفتخر فيها. أنا جدا يعني سعيدة فيك وسعيدة أنك يعني بتذكر فريق عملك. عشان كذا يا شباب يا بنات قلت لكم لازم مدراءكم في العمل يسمعون حلقة اليوم. اليوم فعلا كان معانا نموذج لمدير يعني هذا أنا بعتبره نموذج صراحة، أن الكل يمشي أو يحذو حذوة. نبدأ الاتصالات مع أخونا عبدالله القرني. حناخذ السلام عليكم الله. يا هلا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخوي عبدالله. يسعد مساكم. مساك إن شاء الله، تفضل. سلمكم الله، البرنامج جميل جدا والحلقة رائعة.
تسلم. ويعني المفروض الشباب شبابها يستفيدون من كلام المقال في هذه الحلقة. أنا شدني مقالة كذا ظهر مثل صيني قد قريته مرة. تفضل. اللي هو أنك تستطيع أن تقود الخيل إلى النهر ولكنك لا تستطيع أن تجبرها على الشرب. الله عليك يا أستاذ عبد الله، جدا رائعة. هذه ما هي نظرة تشاؤمية، والأستاذ الموجود طبعا أنا أعرف منه بالكلام هذا، ولكن بواقع تجربة. أنا معلم لغة إنجليزية ويعني أحاول قدر المستطاع دائما مع طلابي أني يعني أظهر طاقاتهم والأشياء المكنونة في أنفسهم، ولكن سبحان الله يعني أحيانا يأتي العكس. كيف يجي العكس؟ يعني أحاول قدر المستطاع بشيء من الشدة وما هو الغلظة، ولكن باهتمام زايد مني. نعم. تنقلب إلى ضدها، يحسب أني مثلا متكبر أو شديد أو ما شابه ذلك. فهذا نفس الكلام اللي قاله الدكتور، إذا كان دكتور طبعا. استاذ والله ماني دكتور، لكن إن شاء الله بكور إن شاء الله. أشكرك صراحة على إضافتك، وهذه إضافة جميلة والكلام ذو قيمة عالية، لكن إن شاء الله الشباب يستوعبوا الكلام هذا ويفكروا فيه. إذا اليوم ما فكروا فيه، إن شاء الله بكرة حيفتكروك ويذكروا. والأستاذ عبد الله هذا نعتبره نموذج من المدرسين اللي بيحاول يظهر طاقات الطلاب. ناخذ أخونا عبد الرحمن. عبد الرحمن، السلام عليكم. يا هلا عليكم السلام، حياك الله أخوي. أشكركم على البرنامج الرائع. تسلم. أشكر الدكتور على معلوماته القيمة. إن شاء الله. سعيد جدا إن صار لي ضرب وخرجت سمعت البرنامج. بس حاب أستفسر من الدكتور. بالنسبة لي أنا عندي مدير، وطبعا جميع الموظفين ما يحبون المدير، بس إنه شوية ظالم. يعني قد ما تجتهد قد ما هذا، تيجي تلقى قريبه أو قريب منه شخص بياخذ المنصب اللي انت تستحقه. نعم. كنت اناقشه فبيرد يقول انا مدير، انا حط اللي ابغاه. طيب. صرت اضطر اني اتودد اليه. حتى لو في اشياء خطا ما اقدر اقول له خطا عشان لا ياخذ لا يحقد علي. فهذه هي اللي توجهني من المدير، مع العلم اني كنت افضل موظف. طيب. في مكان عملي. فصرت الان أمشي الأمور كلها. طيب. يعني خلاص ما يأخذ شيء. نعم عبد الرحمن، الحلقة حتنزل على اليوتيوب إن شاء الله، حاول تأخذها على السي دي وتسمع الحلقة مرة ثانية. أيوة بكرة أو بعد على اليوتيوب. أيوة خلي يسمعها. شو رأيك أستاذ عبد الرحمن؟ إن شاء الله. أنا أفضل إن أخذ أكثر، يعني أنا أودي إن أنا أديك يعني نصيحة. القاسي، المدير القاسي. أيوة. النموذج هذا اللي ما بيسمع أو اللي أقربونه أولى بالمعروف. الواحد يحاول قد ما يقدر يتحاور مع مديره، لكن أنا عشان أديك صراحة يعني أدفايس أو خلينا استشارة صحيحة، ممكن تواصلني على تويتر نجار MM، ممكن أمينة، وأقدر أتحاور معك أكثر وأقدر أديك. أوه. يعني صراحة ما ودي أن أقول لك حاجة وما أعرف تفاصيل أكثر يعني. نعم. حتى وفي نقطة ثانية بس، وأنا أشكرك عليها ترى والله ماني دكتور، يعني أنا أتمنى أن أصير دكتور. إن شاء الله دكتور. إن شاء الله. شكرا. أسئلتكم الأستاذ محمد، أكيد أي مشاكلكم مع مدراءكم زملائكم في العمل كلها إن شاء الله راح يساعدكم عليها بحلها الأستاذ محمد. ناخذ أخونا خالد الحارثي. خالد. ألو، السلام عليكم. يا هلا عليكم السلام، حياك الله أستاذ. يا هلا فيك أخوي خالد، تفضل. عندي بس سؤالين على السريع. تفضل. السؤال الأول، الإدارة المدرسية، هل الأستاذ محمد يشوف لها دور في توجيه الطالب في المرحلة الثانوية كإقامة محاضرات واستضافة أشخاص مثل محمد النجار؟ اوكي. السؤال الثاني، المدراء، وش يفضل الاستاذ محمد، المدير اللي سيطر على الموظفين سيطره كامله، او المدير الذي يتشارك معهم وياخذ قرارهم في اتخاذ القرارات؟ والله حاسه انك اخوي خالد مدير، انت تبي تشوف اي طريق تمشي. لا والله لا، بس نبي نستفيد الاستاذ محمد الحلقه اليوم يعني اكثر من رائع. تسلم، شكرا من طيب اصلك اخوي. اتفضل. اشكرك حبيبي على السؤالين. السؤال الاول، ما عندي اي مانع في اي استضافه للشباب سواء في مدارس أو معاهد أو كليات، ما عندي أي مانع. في الأخ صالح برضو السلمي في كايزنها بيقوم بدور كذا وإحنا مشاركين معه. النقطة الثانية، طبعا أنا يعني أنا قلت القيادة والإدارة أنه الارتباط يكون بالحوار، فأنا طبعا أفضل أنه يكون في حوار ما بينك وبين المدير، والمدير اللي ناجح هو اللي يقدر يقود فريق عمله إلى تحقيق الأهداف الكبيرة. فإذا كان بينهم حوار وهم
يعني القائد الفريق لهم بيقدر يوصلهم الموضوع يوصلهم للأهداف. هذا هو القائد الحقيقي وهذا هو المدير. نعم يعني دائما بيقولون ختامها مسك، وختامها فعلا رح تكون اليوم مسك مع نورة من المنطقة الشرقية ومن الحسا على فكرة أستاذ محمد. نورة هلا والله، السلام عليكم. عليكم السلام. أستاذ محمد النجار كان موجود عندكم فترة من سنتين ونص. حياه ربي، والله سمعته وهو يتكلم، الله يسعده يا ربي حبيبي. إن شاء الله ما تكون الزيارة الأخيرة يا رب. لا بالعكس، والله من أجمل سنوات حياتي قضيتها في الأحساء في المنطقة الأخوف. بيتك ومكانك يا أستاذي. الله حيا. الله يسلمك يا ربي. معك نورة من الشرقية. كنت أبي أقول لك البيضة ولا الدجاجة. بمعنى لما أجي أنا في عندي أنا مشكلة اللي هي البيضة ولا الدجاجة. في كل حل أطلع يطلعون لي مشكلة. في كل يعني أنا كل مشكلة أحاول أطلع لها حل، وهم كل حل طلع يطلعوا لنا مشكلة. هذا مشكلتي مع يعني مع محيطي، عرف كيف؟ أنا مثلا أبي أشتغل، أبي شغلة بسيطة، يقولون لا كيف أنت جامعية ما يصلح شغلة بسيطة، لازم تأخذين نفس شغلتي. طيب نفس شغلتي أنا تعليم يعني بودوني آخر الدنيا. طيب انا ابي شيء ثاني، ابي الاعلام نفس الشيء. طيب بروح نورة ما كنت اقرا. ايوه نورة، كنك حاسه امس كان مكلمني واحد من الغرفه التجاريه راح يكون في معرض، انتوا في مجموعه من البنات صراحه من المنطقه الشرقيه من ضمنهم انت، راح اخذ اسماءكم وراح ان شاء الله الوظائف تجي لين عندكم ابشري. انا قايلت لهم متفقه معاها بهالكلام شباب، واقولها يعني حاسب عليها، انا راح اقولها على الهواء. في مجموعه انتم من بنات المنطقه الشرقيه راح اتواصل معاكم واخذ ارقامكم ان شاء الله فاركم الوظيفه. نورة احنا بكذا تقريبا استاذ محمد وصلنا لنهايه المطاف، ما جاوبنا البيضه ولا الدجاجه لان الوقت ما حيسعفنا. كلمه اخيره حاب توجهها. أول أشكر والدي مكي، المهندس مكي النجار، رجل العظيم، أنا ابنه تخر بذلك، ووالدتي المربي الفاضل ابتهاج عطرجي، أنا أقول اسمها ابتهاج عطرجي نفتخر فيها ونفتخر فيك كشاب سعودي بتقول اسم أمك صراحة. وأنا زوج لامرأة رائعة أقل ما يقال أنها رائعة، العنودة بالسعود، فأشكرهم كلهم على دعمهم لي خلال فترة السابقة دي كلها. ما وصلت إليه فهو من دعاء والدين وتوفيق الله سبحانه وتعالى ورؤية قيادتنا في الشركة. أنا جدا سعيد بتواجدك، وما حصلت على هذا المنصب إلا من جرأتك وقدرتك على اتخاذ القرارات القوية والصارمة بنظرة ثاقبة. أستاذ محمد شكرا لك. الحمد شكرا لله على الحال، وشكر لك استضافتك، وإن شاء الله أكون يعني قدمت شيء إبداع صراحة للمستمعين واستمتعوا معنا، وأشكرك جدا جدا على الاستضافة. وأنا أيضا سعيد، أعطوني دقيقة، جدا سعيدة وفخورة أنك أن في مسيرتي الإعلامية كان من ضمن الضيوف اللي استضفتهم شخصية بمثل حضرتك. أفتخر أن في يوم من الأيام لما أرجع أسمع لحلقاتي أقول أنا قدمت نموذج سعودي، أي شاب سعودي حاب أنه يسمع ويتعلم فيه يفتحون على اليوتيوب ويسمعون حلقة الأستاذ محمد النجار مدير عام أول بشركة عبد اللطيف جميل. حاب تقول مدير عام أول بشركة عبد اللطيف جميل صح؟ مظبوط، في قطاع لكزس أنا حاليا. وأي أحد عنده أي استشارة وأنا ما عندي إشكالية تابعني عن طريق تويتر نجار أمم، وإن شاء الله أكون عند حسن ظنهم إن شاء الله. شكرا لك أستاذ محمد، شكرا لك اللي تواصلوا معنا اليوم بالأخص عبر تويتر على أكاونت ألف ألف أف أم وأكاونت نجار أمم، وأيضا أكاونتي الشخصي الخاص أمينة العبدالله A3M4E. وشكرا لكل اللي اتصلوا وشاركونا بحلقة اليوم، وأكيد كل الشكر أيضا لزميلتي رشا إندجاني من خلف الإخراج والهندسة الصوتية. نطروني بكرة من 9 لـ10 الصباح ببرنامج يدار، وبكرة احتمال كبير تكون معنا لعبة نشز ونسمع من أكثر واحد رح ينشز معنا في حلقة اليوم، واحتمال تكون اللهجات أو الجمل حق لهجات المملكة. ومن ثم يتجدد تواصلي معاكم بمشيئة الله تعالى من خلال برنامج طاقات بلا حدود، وإن شاء الله بكرة رح تكون أيضا معنا ضيفة جدا رائع. بكرة ما رح يكون معنا حزاية أو قصة، لا بكرة رح تكون معنا بمشيئة الله تعالى الدكتورة نائلة عطار. كنت معاكم أمينة العبدالله، أترككم في حفظ الله ورعايته.